حفلة ايه اللي هنروح؟ اعقل يا حسن. ده عين العقل يا زينب، دول ناس اكابر واكيد اكيد ضيوفهم ناس مريشة. هنروح عند ناس ما نعرفهمش، ومين اللي عزمنا؟ سحر زميلة ابنها. افرض بقى واحنا داخلين سألونا انتو مين. يا سلام يا سلام على المخ، جبت الغايبة يا زينب، يبقوا قولي لهم عمة سحر وجوزها. يا سلام عليك انت لما يبقى لك غرض، ولو رايحين لعلوي كنت عملتها خناقة. مش يمكن نشبك مع واحد فيهم ونعمل مشروع جديد؟ وسختي اللي بعتها عشان الورشة، اوعى تدي الفلوس لشريكك من غير عقد يا حسن. لما انا صرفت نظر مؤقتا عن موضوع الورشة ده. باركيلي يا زينب، مش انا اجرت مكتب جديد وهعمل شركة لوحدي، هبقى المدير العام بتاعها. يا خبر يا حسن، وسختي اللي بعتها. في دماغي حتة مشروع لو نجحت فيه هنلعب بالفلوس لعب. اي أيوة والله. ايه رايك في المشروع يا باشمهندس؟ ده عظيم. شوف يا معلم عتريس، انا بعمل مشروع كبير كبير قوي، عايز ناس معاها فلوس تدخل معايا. يعني شركة؟ لا 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 لا، مساهمين. انا هضمن 50 جنيه على كل 1000 جنيه يدفعها اي واحد فيهم. هو ربح كويس؟ لا في بنك يدفعه ولا في تجاره تكسبه. بقول لك 50 جنيه في الشهر على كل 1000 جنيه، يعني 60% في السنه. ما هو اللي هيحط فلوس عاوز ضمان. اضمنه بعناية يا راجل. جرايع عدريس، اي حاجة ورا قلم انا تحت امره. انا مالي ايدي كويس قوي من المشروع بتاعي. وما تفتكرش ان انا بقولك الكلام ده عشان مزنوق في مساهمين. انا ممكن اعمل نشرة في الجرايد يجي لي مليون مساهم، بس انا بقولك عشان بحبك يا عدريس. تفضلك على اي حد يا عدريس. انا بحبك وعايز اخدمك واخدم اللي يحبك يا عدريس. انت لونك مخطوف ليه؟ ازيك؟ كويس. لو عايزاه مدة أطول عندي منه نسخة. متشكرة. أنا خلاص قريت البحث، ناقص لي فيه صفحة واحدة. مش في فيلم هاملت في السينما؟ مقرر عليك في الدراما، تحب أعزمك عليه؟ حدد يا أستاذ نبيل، أنت عايز تعزمني عليه؟ ليه لأ؟ من غير إذن ماما وبابا؟ يعني إذا كنت تحب إنهم ما يعرفوش بلاش؟ يا خسارة. حضرتك عايز تعزمني على السينما بنفس الاسلوب اللي رفضته لما عملته مع صحباتي. عشان معاك مش مهم البيت يعرف. كان لازمتها ايه الازمه اللي انت عملتها لي يا استاذ نبيل؟ ايوه انت غلطان يا نبيل، وارجوك ما تحاولش تبرر تصرفاتك، لاني مش هقتنع باي تبرير هتقوله. هدى دي امانه في رقبتي، مسؤول احافظ عليها زي اختي واكتر شويه، وسعادتك موافق على خطوبتنا. حتى لو كنتم مخطوبين يا ابني ممنوع تقابلها بره البيت والكليه، دي تربيه الاولادي. وإذا كنت معترض أنا هتصل فوراً بالحاج رضوان يجي يتصرف معاك. يا عمي أنا ما تصورتش إن تصرفي ده ممكن يضايق حضرتك للدرجة دي. أنا عزمتها على الفيلم كدراسة مش كفسحة. المفروض يا أستاذ تبقى سعيد بتصرف هدى، وخصوصاً ليك أكتر من صفة في حياتها، ومع ذلك رفضت تخرج معاك. أنا آسف يا عمي، آسف، مع إن أنا مش مقتنع بالتهمة اللي بقى أعاقب عليها. اعتبرني ظالم يا سيدي، اعتبرني إنسان رجعي، بس ده من حقي. من حقي احافظ على تقاليد وعادات في بيتي واذا كانوا قرايبي، وانت بالذات هتفسد نظام حياتي الاولاد، فانا بمنعك من دخول البيت. هدى، نبيل خرج زعلان، حاولت اراضيه بكلمتين ما ادانيش فرصه. بصراحة بقى أنا ما كنتش متخيلة إن بابا هيزعل قوي بكده. قد إيه نبيل بيحبك وحاطك في عينيه؟ هي دي بقى متشكرين اللي إحنا بنقولها له؟ سوا كمان عقله صغير. أراهنك إنه هياخد أجازة من الكلية ويسافر يقعد في البلد يروق نفسه زي عوايده. مبسوطة بقى إنه هيسيب محاضراته في الكلية وتحضير رسالة الدكتوراه مدة ملهاش أي لازمة ولا مبرر. بجد بجد أنا مكسوفة من اللي أنا عملته. بس استريحت إن أنا انتقمت منه بعد الأزمة اللي كان عاملها لي من أسبوعين. كده بقى نبقى خالصين واحد واحد. دروم ماتش. فكرك أنا مصدق إنك جاي أجازة فجأة كده لوجه الله.
والله يا ابو الحاج لقيت نفسي مرهق، قلت اجي اريح كم يوم. لا انت زعلان من حاجه ومخبى عليا، نهايته مد ايدك بسم الله. فين يا حاج؟ ملاش نفسي والله العظيم، ان ما كلت ما انا مادد ايدي فيه. لا اله الا الله يا حاج، امر. مش ناوي تقول لابوك على ايه اللي مزعلك؟ شر البلية ما يضحك يا ابو الحاج. اول ما شفت الخير اللي جاي لنا من البيت افتكرت الطابور اللي واقف قدام الجمعيه علشان الفراخ والبيض، والادهى منه الطابور اللي واقف قدام الفرن علشان رغيف العيش. هي اهل بلدنا ليه اتغيروا يا حاج؟ عاوزين يغيروا توبهم وينسوا انهم فلاحين، مع ان الفلاح الاصيل خير بيته وارضه يكفوه زياده يا ابني، انما دول بقى عاوزين يعملوا زي ولاد البندر، راسوا على السلم، لا بقوا بندريه ولا فضلوا فلاحين زي ما هم. حاجه تحزن يا ابو الحاج. مسيرهم يرجعوا لعقلهم لما يلاقوا الفلاح اللي زينا محافظ على خير البيت وحاجة السوق ما تلزموش، هيعرفوا ان احنا الصح وان ربنا دايما مبارك في حاجة البيت، وهم بقى هيتقطع نفسهم من الجري ورا الاسعار وغلو الاسعار، وبرضه مش هيقدروا يلحقوه. احنا ماشيين يا حاج. طب يا ابني خلصوا ارض الحوض البحري. موعد العمل خلصت يا حاج، 7 ساعات شغل وساعة راح، عاوزنا نقعد ناخد اوفر تايم. طب خلصوا شغلكم ان شاء الله تاخد يومين كاملين. جالك كلامي؟ اهو ده اللي ضيع خير بلدنا، يطالب بحقه ولا يعملش الواجب اللي عليه يا دكتور. اتفضلي يا انسه معايا. متشكر. استني بس، ده انا هوصلك في سكتي. ميرسي. العربيه احسن من زحمه المواصلات. خدت على زحمه المواصلات كده. هيكون من غيرك يا حياتي. يا خوفي منك. هنفضل عمرنا كله بتشك فيا. تحلفني اصدقك اشوف امورك استعجل. على فكره انا غيرت ميعاد الورديه بتاعتي عشان اروح الحفله النهارده. ايه؟ ايه؟ مالك اتخضيت كده؟ ما جاتش منك، مامتك هي اللي عزمتني. بصراحه انا ما عزمتكيش على الحفله لانها مش هتعجبك، كلها ناس عواجيز ومش هتنبسط فيها. انت مش عايزني اروح الحفله ليه؟ فيها سر دي يا حبيبي؟ بصراحة أنا بخاف من غيرتك، متهورة وممكن تتضايقي لو شفتيني بتكلم مع واحدة من قرايبنا ولا جيراننا. اكشف ورقة، إيه اللون؟ أنا أصلي لقيت البنت اللي هتشتغل مرشدة في مكتب السياحة، بس محتاجة توريطة علشان توافق. بقول لك إيه؟ بلاش منك. استني بس، صدقيني لما تشوفيها هتوافقيني على رأيك. دعوة مفتوحة للكل، واللي عايز يجي وحد معاه برضه أهلا بيه. فين؟ في بيتنا، وجايبين فرقة جاز، إنما إيه؟ عشان نرقص ونهيص إن شاء الله نقعد لحد الصبح. ومحدش هيعمل فيها فيلا ويعكنن علينا؟ ده أنت شيف يا فنان، محدش يقدر يفتح بقه معاك. وائل أعزم شهري. ما بلاش خمرة العكنانة ده. أهو نفك ندده، يمكن ربنا يفرجها عليه ومرة يضحك. ماليش دعوة. سمحت عايز ارسم. وانا عايز اعزمك على بارتي في بيتنا، كل الشله هتحضر.
وحياتي وحياتي شهدتي. هياخد ليلة من المذاكرة، أنا محتاجها، عايز أجيب تقدير. يا سيدي قول يا باظت، الفن مش شهادة، الفن موهبة. أما عاملين حتة بوفيه إنما إيه، وجايبين بند كمان. وحياتي يا شهدي، ما تحرمش نفسك من ليلة من ألف ليلة وليلة. والحفلة دي هتتكلف كام؟ بابا عامل لها ميزانية 10,000 جنيه. يا مبلغ يأكل سكة سوق الزلط 10 أيام. اللي أنا ساكن فيه يا أنسة عفاف، ده أنا بشتغل عشان أساعد نفسي. ما تستغربش، محسوبة بالمليم. 10,000 جنيه؟ حرام عليك اللي بتعمله ده يا بابا. 5,000 جنيه يد واحدة، عربية آخر موديل. ودي الإيه دي كمان؟ ما احنا هنعمل طنبولة، التذكرة ب20 جنيه، هنجيب 8. ما العربية هتبقى هي الجايزة، والباقي بقى أكل وشرب المعازيم. وليه بس ده كله يا بابا؟ أكثر عين عين له بركات. على فكرة بابا، مفيش داعي لتقديم مشروبات من إياها. الله، افرض حد حب يشرب. احنا عاكلنا عليه؟ ما يشرب بعيد عننا يا بابا، وبعدين ممكن علو بيه يتضايق. ما يتضايق والله طق يا اخي. ما هو لو علو بيه يتضايق انا كمان هتضايق. تعال هنا قول لي، ايه اللي بينك وبين سعلو ده؟ ابدا مفيش حاجه، كل الحكايه ان انا بحترمه لانه انسان جدير بالاحترام. قاطع دراعي 5 صوابع وكوع، اما كنت بتحب الدكتوره يا دكتور. ما تهمني شويه بقى، خيلتيني يا شعنونه. ايه بذمتك مش زي القمر؟ قمر بالستر يا اختي. يا سلام، دمك خفيف. على الاقل اخف من دمك. يلا يا بنات. ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه في روحكم ده؟ حلوين يا ماما مش كده؟ حلوين ايه؟ فساتين سهره ومكياج ده كله؟ ده بابا واقف بره زي الوحش، انتوا فاكرين هيرضى باللي انتوا عاملينه ده؟ يلا يلا غيروا هدومكم وخفوا المكياج شويه. معقوله يا ماما؟ بقول لكم ايه، تغيروا وتلبسوا كانكم رايحين الجامعه بالظبط. اللي مش عاجبها خليها في البيت ما تخرجش. انا جمعتكم عشان نتفق مع بعض على دستور لتصرفاتنا، ما نخرجش عنه أثناء الحفلة. ممنوع التهريج، ممنوع الابتزال، ممنوع الاندماج مع الآخرين، احنا غيرهم وحياتنا غير حياتهم. احنا هنحضر الحفلة لأنهم ألحوا وأنا تورطت في قبول الدعوة. أي تصرف منكم حيستفزني حنسحب فورا من الحفلة وأحرقكم. متهيألي كلامي واضح ومفهوم. لا لا كفاية بقى، جنيني. حسن أنا خلاص حاسة إن أنا عاملة زي البلياتشو. أهو ده التخلف الحضاري يا مام، دي آخر صيحة في المود، الأناقة السريالية. يعني اللي يسألني أقول لهم ديت الأناقة السريالية؟ محدش هيسألك يا ستي، لانهم هينكبسوا، هتبقي احلى واحده في الحفل يا بنت. ماما الطباخ بيقول لك يحط ال ايه يا ماما؟ ده ايه الرسومات اللي على وشك دي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه دي الاناقه السرياليه؟ ايه يا ماما ده عيب، ازاي تخلي واحده هايفه زي عفاف تضحك عليكي وتسم لك الرسم ده؟ ده رسم البنات الهيبز الصيع. ايوه يا حبيبي صحيح، انا رسم البنات الهيبز على وشي، لكن المحترمين. يا ماما يا ماما عيب، هتحرجينا كلنا معاكي. ليه يا حبيب؟ ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ طب دلوقتي تتفرج عليا، اول ما هخش على الستات هيجرى لهم ايه؟ هيغمى عليهم من الغيره. ايه يا زينب؟ يلا المعازيم ابتدوا يوصلوا. تعالى يا فرج هقول لي ايه رايك فيا، مش اجنن؟ انت هتقولي لي ده انا اول واحد هتجنن منك. هقول لي لابنك اللي مش عاجبه مكياجي. لا مش عرفه، هو في الجمال يا حلوه يا قطوطه يا مهبوشه. يلا يا اختي. حاضر يا حبيبي. حاضر يا بابا. نعم. انت موافق على مكياجها ده؟ يا ابني بهودها، يا ابني بريح دماغي. يلا يا اخويا. Thank you.
اعلانات، حد يوزع اعلانات في حفله زي دي؟ بلم زباين للمحل. زباين للمحل؟ الناس عماله تتريق عليكي. قطع لسانك ولسانهم، مالكش دعوه بيا. ابوك ذات نفسه مالوش دعوه بيا. هقول لك ايه؟ شفت الست جرالها هيتجنن؟ شفتي رسمه ايه على وشها؟ شوفي لك حل لو جت تسلم علينا. حد لوحدي كنت انا هموت من الضحك. الله يخيبك يا زينات. عمنا احنا جيران، النبي وصى على سبع جار عليه الصلاه والسلام. بتهيألي انت نسيت مين اللي طلب الطلب وجيت لك لحد عندك، يعني اعتذرت؟ وعشان كده انا جيت وفوتت معاك نومي من 20 سنه. يبقى صافي يا لبن، نبتدي بقى على ميه بيضه. يعني يا بخت من نفع واستنفع، محسوبك اشغاله كتير ومشاكله القانونيه كتيره قوي، ما بين كومبيالات وشيكات وجمارك وضرايب. نهيك بقى عن مشاكل العمال. انت كده من حقك تفتح محكمه قضاء خاص. محسوبك تعليمه على قده، يعني محتاج اللي ينورني قانوني. قصدك محتاج مستشار قانوني. الله، ما احنا معانا مستشار ميري. انا حبيت البره دي. فهمت. مش عارف ليه دايما بتضرب معايا النمره غلط يا زايد فرج. يا زايد فرج، انا عملي له احترامه وقدسيته، وبالقطع طلب سيادتك مرفوض. الله الله الله، مش اولى من الغريب يا بيه. انا راجل جدع ومفتح قوي، اتعابك كلها تاخدها شيكات على بياض. ابدع من الغريب. رفضي مش خاص بيك صدقني، لكن اللي انت لازم تفهمه انك لا انت ولا غيرك ممكن يغيروا مبدئي. طب رشح لي حد من معارفك، حبايبك، من اصحابك. اذا كان كده ممكن، انا ليا زميل محامي ممتاز، هساله اذا كان يقدر يتعاون معاك حد خبر. نتشرف باسمه. اسمه يا سيدي الاستاذ يونس هنداوي المحامي، محامي معروف هو. يونس هنداوي. وعلوي بيه هيشتري مني كام تذكره لمبولة ان شاء الله. متاسف يا ابني، انا لا بحب القمار ولا المراهنات. Thank you.
ما اقدرش اعتذر، بس اصل بابا خايف منه. لا مش الفكره يعني، اصله متزمت شويه. طيب منك وخاصمك لا بدل ما تزعلي وتخصميني بقى. يلا يا باشا اللي يزعل يزعل. ميكانيكا كاملة من مجاميعه، ميكانيكا، سمكرة، توكو. يا بخت اللي هيشاركني هيكسب داب. أنا مش محتاج غير شريك في رأس المال بس. بدور في دماغي وأرد عليه. خير البر عاجله. اتفضل أنا مستنيك في المكتب والعود جاهز. يا جاهز أنت. انا سمعت من الوالد انك اشتغلت في القطاع العام خير ما فعل. كانوا بيدوك مرتب كام؟ كانوا بيدوني 65 جنيه بالمرتب. يا بلاش بياخدهم عندي صنايع في اسبوع. محسوبك عنده شركه مقاولات لاخر ربها، ومرحب بيك عندي في شركتي بالمرتب اللي تطلبه. لا ابدا يا عمي، المساله مش مساله مال. 400 جنيه كويس؟ يا ده كتير قوي. اتفقنا؟ لسه ليه؟ اوعى تقول لي هاخد راي الوالد لانه مش هيوافق. ما تجرب كتيمي مش يمكن ما يعجبكش. يلا الهوانم بقى يجوا معانا. لا 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 سيبي الهوانم في حالهم وتفضلي حضرتك كده. يلا يا طنط يلا يلا. ما قمتيش معانا؟ انا ام ده انا كنت اتطلع فيها. احنا دلوقتي بقى هنشوف مين اللي فايز، وبابا هو اللي هيسحب النمره الفايزه. هنشوف مين هيكسب العربيه. يا بابا انا ما عملتش حاجه تزعل حضرتك، ده انا كسبت حته عربيه. اول مره حظي يضرب اقول لا. انت لو عندك كرامه ترفض. كل مره هيشوفوك راكبها ان ما قالوش بصراحه عينيهم هتقول لك فضل خيرنا عليك وعلى اهلك. لا يا بابا انا رايي ان هم ناس طيبين وما يعملوش كده. انت رايك غلط. بكره ترجع المفاتيح. خساره يا بابا خساره. ده انا واخواتي في عرض عربيه ترحمنا من التاكسيات والمواصلات، فرصه وجات لنا من السما عشان تريحنا. طب بس حضرتك اسال ماما واخواتي. متاسف بكره ترجع المفاتيح، ده امر ولازم يتنفذ. ويت ده
حضرتك بقى سامع زعيق بابا ليا ولا كأنك موجود؟ ها تكونوش فاكرين هركب العربية دي لوحدي ولا يمكن هركبها لوحدي؟ ما يحطوا صوركم كلكم، محدش دافع عني بكلمة واحدة يا ندال. طب يكون في علمك بقى مانيش مرجع المفاتيح، واللي يحصل يحصل. أنا عارف أنا هنكره لوحدي وأنتوا هتعملوا فيها أبطال، بس برضو مش مرجع المفاتيح. مش مرجع المفاتيح. هو أنا بكلم نفسي؟ مطنش؟ ما بتردش ليه؟ أنا كمان في كارثة يا حمدي، مش عارف أعمل إيه. إيه؟ خدت مفاتيح أنت كمان؟ لا، خدت وظيفة. فرج عرض عليا أشتغل في شركته ب 400 جنيه في الشهر. 400 جنيه في الشهر؟ أيوه. لا اسمح لي بقى، تبقى حمار لو ما وافقتش. بابا هيزعل لو عرف. مش ضروري يعرف دلوقتي يا باشمهندس. فرج قال لي كده. اتعين واستلم ونحطه أمام الأمر الواقع. سحورة، هتلبسي الفستان ده بكرة ولا البسه؟ اللي يعجبك. الله الله، انت هتقلبيها نكد ليه؟ مش كفاية بابا؟ بصراحة بقى بابا عنده حق، ما كانش لازم نقبل العربية أبدا. هيبقى عندي إحساس بالنقص قدامهم. بلاش عقد، ما كان ممكن أي حد يكسب العربية غير حمدي، وكان هيبقى مبسوط بيها وما يعقدش الدنيا. انا عارفه ما طلعناش اغنيه زيهم ليه. قولي الحمد لله، ربنا ما بيديش الانسان كل حاجه، بين كفايه علينا مركز وشخصيه بابا ومستقبلنا كلنا بعد تخرجنا من الجامعه. اما حلمي ابنهم عنده حته عربيه اجدع 100 مره من عربيه سمير. عقبال عربيتك بس بمجهودك. اخر مره عربيه نبيل كانت واقفه وراه كنت هموت من الكسوف. نبيل يكونش يستحل القعدة في البلد، هو مش ناوي يرجع؟ مالك يا نبيل؟ مفيش مفيش يا بالحق. اها، على ابوك بعرفك كويس لما اكون متضايق. ما بيكون زعلان بيبان عليك على طول. تليفون يا حاج. طيب حاضر. سحر بنت عمك علوي طلبتنا عشان تقول لي على الدور اللي حصل بينك وبين عمك. دي اوهام في دماغها يا حاج. انا ما زعلتش مع عمي ولا حاجه، انا جاي البلد في اجازه مش اكتر. انت تتغدى وتلم شنطتك وتسافر على جامعتك. عمك معاه حق، انا لو منه كنت ازعل. الاعراض لها حرمه يا دكتور. انت كمان هتظلمني يا حاج. انا عارف وهو عارف انك انت ما تقصدش، بس كان لازم ينبهك يا نبيل. عمك علوي عملة نادرة في الزمن ده. انت مش يهمك البنت اللي تتجوزها تكون متربية على الاصول؟ يا بابا لازم تتدخل وتمنع التهريج اللي بيحصل ده. مش كفاية اللي حصل من ماما امبارح؟ ده انا مش هقدر ابص في وش واحد من اللي كانوا موجودين في الحفله. ومن سامعك انا لو حكمول عليها كنت خلقتها. انا ما طايش ابص في وشها، نمت في الصالون. طب لما انتوا هتفطروا اندهوا على الكلبه اللي قاعده في الاوضه جوه. الحمد لله انا نازل.
وانت كمان يا سمير قايم جرى ايه؟ اكونش بقيت جربه في البيت ده ولا نشدريانه؟ مالكم كلكم من امبارح ما حدش عايز يبص في خلقتي ليه؟ ملويين في وشي ليه يا سمير؟ من اللي عملتيه امبارح يا ماما؟ امتك يعني ترقصي عشرة بلدي؟ يا اخويا ما كانوا كلهم امبارح بيرقصوا على كل لون يا باطيستا، ما زعلتوش منهم ليه؟ يا ماما يا ماما، لا سنك ولا مركزنا يسمحوا الواحدة زي نسرين دي تورطك معاها في الرقص. ما شفتيش كانوا بيتغمزوا وبيتريقوا عليك ازاي؟ اه هو دي الحلميه وحاره نور الظلام، فضوها سيره. انا هرقص وهغني وهتمتع بشبابي على كيف كيفي، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. ايه جاكوا واكسه؟ هو انا كنت خلفتكوا عشان تتحكموا فيا يا اولاد فرج؟ ايه مالك؟ تعبانه قوي يا خليل ومش عايزه وجع قلب. انا بنفذ الاوامر، اتفضل استلم الفاكهه. يعني لازم يجي دلوقتي؟ بلاش العيانين ياكلوا، ده ما فيش بنزين خالص. سهرنا قوي امبارح وصحيت في الفجر. انا مستعد استلم لوحدي لو عندك امام من ناحيتي. توعدني تراعي ربنا في الميزان؟ واحلف احلف كمان. خلاص استلم لوحدك يا خليل. اسمعني وافهم كلامي، المدام عيانة النهاردة وأنا اللي هستلم. أيوة أنا اللي هستلم، هي هتمضي ورايا على طول. فتح مخك، هات اللحمة اللي تعجبك. فرصتنا نخلص منها بقى. فرج الطبيب اللي تظبطي عليه الساعة في سداد الحق، بس شهادة لله أنت كلتيهم في الساعة. أنا مش مصدق التخفيض اللي اتعامل. بكام؟ العمولة اللي اتفقنا عليها 10,000. بس هنا مكتوب 12. ده عربون شغلانة جديدة. آه وأنا كمان قلت أنت جاي جري ليه؟ قول يا فرفور مدام في قبض عينيا ليك. الأدوات الصحية اللي وصلت دي هنخزنها ولا ننزلها السوق؟ جري شريط جري. ها مدير المشروع بتاع الإسكان متميز عايزه يتنقل، مش موافق أدخلها العمارات اللي بنفذها له. قال إيه مش مطابقين المواصفات. أنا عايز واحد مخه مفتح يا جيجي. بس انا معرفش حد في الشركه دي. لا تعرف يا عناية، اتنين عربون ويكملوا كف لما يتنقل. واللي يرجع في كلامه. يا حلاوتك وتقولي لي معرفش حد. انا يا فندم انا اللي استلمت وسلمت عهده الاكل بنفسي. ايه مش ممكن. روحنا في داهية يا ست المدير، روحنا في داهية كلنا. بلغني مدير المستشفى. ايه المستشفى كله بيقول ان اللحمة كانت فاسدة. عملها خليل النجل. سمعني تاني، اطربني يا حبيبي اشجيني. انا موافق اشتغل في شركتك. ابوك عرف؟ طبعا. لا مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك. أول آلة مع علو بيه ولسه ياما في الجراب يا حاوي. ممكن أخد من وقت الأستاذة 10 دقايق بس؟ مش معقول كده يا متر، في المكتب 4 ساعات والبيت 10 دقايق، ده كتير عليا قوي كده. أنا أصلي متغاظ منك يا رجاء ومش هيجيلي نوم إلا لما أتكلم معاك. وأنا غلطت في حاجة يا متر؟ فكرت غلط يا أنسة. أنا قصدي على قضية والد زميلتك اللي جابها لي المكتب. مالها؟ حضرتك قلت مضمونة وهتكسبها، وبعدين ده راجل غني وهيدفع أتعاب كويسة. عايز تاكل عليا عمولتي. أهي دي بقى الكلمة اللي زعلتني منك. أنا كنت بهزر يا بابا. ولا بهزار تفكري فيها يا رجاء. العمولة ده أسلوب اللي بيدور على مكسب سريع، وأنا ما أحبش بنتي يبقى ده أسلوبها. كل الناس عايزة تكسب،
بيتهيألي حضرتك كمان. بالشغل يا رجاء. الفلوس لما تيجي نتيجة مجهود وتعب يبقى لها طعم ويبقى لها قيمة. يا بابا ما كانتش كلمة. ما تزهيش من كلامي يا رجاء. أنا بحس بمسؤوليتي ناحيتك ونفسي جدا ننجح في رسالتي. مامتك الله يرحمها سابتنا من زمان 15 سنة. اضطريت إن أبقى أب وأم ليكي. قدرتش أكمل في القضاء كل كام سنة في بلد عشان ما بعيدش عنك. استقلت واشتغلت محامي عشان أبقى جنبك برضو عشان أكسب أكتر. أنا بحبك قوي يا بابا. أنا ما بضيعش فرصة المكسب عشان عايز أأمن حياتك لو جرالي حاجة. لكن بشقى بتعب بذاكر عشان الفلوس اللي تخشلنا تبقى فلوس حلال. مفهوم؟ العشر دقايق خلصوا يا بابا. وعلى العموم بقى مش عايزة العمولة ولا مكافأة المكتب كمان. وربنا انت بايخة بدمك تقيل. ده انا كل ليكي. حياتي كلها تحت امرك. مكافأة التمرين دي تهريج بينا كده. انا وافقت انك تيجي تمرني في المكتب عشان ما تحسيش بفراغ وانت بتعيد السنة. عارف انه غصب عنك عشان عيتي سنتها. لكن لو حسيت ان المكتب هيعطلك عن المذاكرة مفيش مكتب وهتقعدي في البيت وهضعيف لك المكافأة. مدام كده اقعد من دلوقتي. تاني ايه ده بقى؟ انت لابس كرافتك كحلي؟ حمدي عايز اخد رأيي في حاجة. هكونش انا كبير وانا مش واخد بالي. اسمعني بس، انا نازل اتسلم الشغل في شركة فرك. مبروك. المشكلة في بابا اللي بيلبس جوه. لو سألني رايح فين هقول له ايه؟ قول له اي حاجة يا اخي، الف له اي سبب. كل ده هيبقى كدب محسوب ضدي عنده. خلاص ولا تزعل. قول له بقى الحقيقة وخليه ينكد عليك وتبوظ الشغلانة. يا جدع هيعمل زي وقوع البلا ولا انتظاره. انا صممت ان اسلم العربية واستلمتها فعلا. هيزعل شوية وبعدين اصالحه. اتلحلح يا جدع. يخرب عقلك، استلمت العربية واقفة تحت العمارة وبعد نص ساعة بالظبط هروح بيها الجامعة. سيادة المستشار مكشر ليه؟ عندي جلسة هكون هنا على الساعة 1 إن شاء الله. حاول تخلصي بدري، عايز أتكلم معاكي. عارفة عايز تتكلم معايا في إيه؟ علوي إحنا عايشين في وسط الناس، مش لازم نبقى زيهم صحيح، بس لازم نختلط بيهم. خايف يا عايدة، خايف للمرة المية. بقول لك خايف من فرج وعيلته. عاملين زي الأخطبوط، دول بيحلقوا على الولاد بصورة مرعبة. ما تخافش، ولادك متربيين، ما تخافش عليهم. الإغراء المادي يلف دماغ أي حد. دول بيهادوا بعربية يا عايدة. صباح الخير. صباح الخير يا مدام. صباح الخير. راح فين؟ نازل يا بابا. قصدي رايح لواحد صاحبي. زيارة من الفجر كده؟ لا بابا، أصله بيشتغل في شركة استثمارية وطالبين مهندسين. ادعولي. ربنا يفتحها في وشك يا حبيبي. طب استنى 5 دقايق. ليه؟ اوصلك في طريقي. لا لا يا بابا ما تتعبش حضرتك، دي اصل الشركه قريبه من هنا وهاخدها ماشي. عن اذنكم. مع السلامه. مش ملاحظه ان مدحت مرتبك؟ صباح الخير. اهلا. صباح الخير. مبروك استلمت العربيه. ومصمم اول واحده تركبها معايا هو انت. بس انا رايحه الكليه. اوصلك؟ طب وارجع ازاي لو سبت عربيتي؟ قولي لي هتخلصي امتى وارجع لك. بس هتعبك. شبيكي لبيكي يا حمدي السواق بين ايديكي. اوكي. أفندم تلزم أي خدمة؟ كنت محتاجة مرجع الجراحة من سمير يا طنط. حجج سحر بنت المستشار يا دكتور. أهلا يا سحر،
دقيقة واحدة هكمل لبسي واجيلك على طول. اقعدي. أظن سمعت اللي قاله. تشربي شاي؟ يا ريت حضرتك تسمحي لي أعمله أنا بإيدي. ما تعرفيش تعملي. ويا ترى البيه والدك عارف إنك عندنا؟ بابا نزل. ولا لسه موجود؟ هيمنعوكي عننا ليه؟ أنا عارفة إن أنتوا حاطين عينيكم على الواد، ربنا يحرسه ويحميه. طب لما غرضهم إنه يتجوزك، كان إيه لزومها القنعرة والقلاطة اللي أنتوا فيها دي؟ طنط أنا ما عملتش لحضرتك حاجة عشان تهاجميني بالشكل ده. لعبة مفقوسة. تمثيلية باينة للعيل اللي لسه بيحبي، بس أنت ادعي لربنا إن هو يرضى يتجوزك، وبصراحة بقى إحنا عايزين له واحدة غنية، واحدة كده من توبنا. كل يوم من ده يا بنت المستشار. ونقول ونحكي ونتكلم، ويا ريتنا كلنا نتعلم.